السليمه والصحيحه هي انجح وسيله للوقايه وللقضاء على المرض. ولما اقول تغذيه سليمه يعني يكون عندنا نمط حياه صحي وسليم بعيدا عن الحميات العشوائيه والعوايد الغذائيه الخاطئه. جسمنا بحاجه لعناصر غذائيه عديده، منها البروتينات، الدهون الصحيه، النشويات، طبعا الفيتامينات والمعادن. كرمال هيك وبهالبرنامج رح نتعلم كيف ننتبه على نوعيه وكميه الاكل اللي عم ناكله لنحافظ على صحتنا، والاعتدال هو الاساس. خلينا ننتقل لحتى نشوف الاطباق اللي رح نحضرها اليوم مع بعض، بس قبل بدي هني كل العالم العربي والأمة الإسلامية بمناسبة مولد النبوي الشريف بكرة. وأنا بما أنه بكرة ما رح كون معكم فاليوم بدي عيدكم وبدي أقول للكل كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب العيد كل سنة بيجي أحلى وأحلى علينا كلنا. أما أطباقنا رح تكون الطبق الرئيسي رح يكون بطاطس مع اللحم المفرومة بصلصة البشاميل، واليوم رح نشوف مع بعض طريقة مكعبات مرقة اللحمة. كنا أول الأسبوع عملنا مكعبات مرقة الفراخ، اليوم عنا مرقة اللحمة، وعنا صلصة التفاح اللي رح نستعملها بكيك لتفاح، ورح نشوف شو فوائدها وليش عم نستعمل صلصة التفاح بالكيك. أول شي رح نبتدي فيه هو البطاطس مع اللحمة المفرومة بصلصة البشاميل. خلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لكيلو ونص بطاطس مقطعة دوائر رفيعة ومسلوقة نص سلقة. أنا هون بسلقة، أنتوا عندكم بالبيت فيكم ما تسلقوها لأنه بيكون معكم وقت أكتر. نص كيلو لحم بقر مفرومة، بصلة وسط مفرومة، 2 كوب صلصة طماطم، 3 معالق كبيرة دقيق، 3 معالق كبيرة زبدة قليلة الدسم، 4 أكواب لبن خالي الدسم، كوب جبنة موتزاريلا قليلة الدسم، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل. لكن أول شيء رح ابتدي فيه، نحن طبعا بأول طبق معنا عندنا كذا مرحلة، عندي أعمل صلصة البشاميل، عندي أعمل اللحمة المفرومة خليها تستوي، وبالآخر بدنا نعمل الطبق كله نحطه بطبق للفرن، نحط يعني نحط كل الصلصة ونحط الطبق مع البطاطس بالفرن. فأول شيء رح ابتدي فيه هو إني حضر البشاميل. لا تحضير البشاميل طبعا انا بحاجه للزبده قليله الدسم مع الدقيق واللبن اللي هو خالي الدسم. هيدي طريقه تحضير البشاميل اللايت، صلصه البشاميل اللايت. لكن رح انطر شوي حتى الزبده تذوب وارجع احط معها الدقيق. لكن انا عم بستعمل 3 معالق زبده قليله الدسم مع 3 معالق دقيق، رح حركهم منيح واخلطهم مع بعضهم قبل ما احط اللبن. طبعا حتى ما يكلكع الدقيق بدنا نضلنا عم نحرك مظبوط وندوبهم، ندوب الدقيق مع الزبده وارجع احط اللبن. لتر من اللبن او 5 كبايات. وبدنا نضل عم نحرك حتى اللبن يشتد. امبارح كان في حبيبه اتصلت فيي وكان بدها طريقه عمل نجريسكو. نجريسكو اللي هي بتنعمل اصلا بما انه امبارح قطع الوقت ووقتنا كان ضيق بالاخر ما قدرت جاوبك يا حبيبه، ان شاء الله تكوني عم تحضرين اليوم يا حبيبه. النجريسكو اللي هي المكرونه بصلصه البشاميل بس اللي بيكون فيها فراخ بدل اللحمه. فحتى كنت عم تقولي لي كيف في اعملها لايت، فيكي تعمليها لايت. اول شيء انك تكوني عم تعملي صلصه البشاميل تكوني عم بتحضريها لايت. الصلصه اللي انا هلا عم حضرها يعني زبدة قليلة الدسم مع دقيق مع لبن خالي الدسم. هيك بنكون صلصة البشاميل هي أكثر شيء بتتخن وأكثر شيء بيكون فيها وحدات حرارية بمكرونة نجريسكو. وطبعا الفراخ اللي بدنا نحطهم بقلب
المكرونة قبل ما نحط الصلصة أفضل يكونوا مسلوقين أو مشويين، إنما مش محمرين بالزيت، هيك كمان بنكون عم نخفف وحدات حرارية. وبضل عنا الجبنة على الوجه، الجبنة مثل ما أنا دايما بستعمل بجرب اختار أنواع جبنة قليلة الدسم، ممكن أنت كمان تكوني عم تعملي هيدا الشيء، هيك بنكون حولنا أكلة النجريسكو العادية لأكلة لايف أو قليلة الوحدات الحرارية وقليلة الدهون. طيب أنا رح أترك هلأ شوي البشاميل على النار لأنه بدي أحط اللحمة، طبعاً أنتم عندكم بالبيت ما تتركوها حتى ما تكلكع، بدنا نضلنا عم نحرك، بس أنا فأربح وقت بدي أحط اللحمة كمان على النار. لا نستوي اللحمة، بدنا نحط أول شيء شوية زيت بالطاسة. بدنا نضلنا حاطينهم على النار الى ان اللبن يسمك ويصير ثقيل، طبعا لانه عم بستعمل لبن خالي الدسم، رح تلاحظوا عندكم بالبيت كمان اذا استعملتوه خالي الدسم انه بده ياخذ شويه وقت اكثر لحتى يتقل. بس بما انه في دقيق طبعا الدقيق هو اللي رح يخليه يسمك. كمان امبارح بالحلقه في معلومة نسيت لكم اياها، امبارح كنت عم بعمل المايونيز اللايت، المايونيز اللي بيتعمل بالبيت اللايت، ونسيت اذكر قد ايه بده يقعد وقت، قد ايه ممكن نخليه وقت بالفريز بالثلاجة مش بالفريزر، اسبوع واحد ممكن نخلي بس المايونيز اللايت اللي نحن بنعمله بالبيت، مش أكثر من أسبوع، بما إنه ما بيحتوي أبداً على مواد حافظة. عادة المايونيز بيكون بالمرطبين، بالمرطبين اللي بنشتريهم من السوق، بيحتوي مثل ما قلت لكم على مواد حافظة عديدة، مشان هيك ممكن نكون عم يقعد بالأول ما نفتحه بدنا نحطه على طول بالثلاجة وممكن يقعد مثلا لغاية شهر، إنما المايونيز اللي بينعمل بالبيت مثل اللي عملته أنا امبارح على الهواء ما بيقعد أكثر من أسبوع، مشان هيك أنتم لما بتكون تحضروا مايونيز بالبيت ما تكتروا الكمية، يعني خلوا الكمية تكون قليلة تستعملوها خلال أسبوع أحسن ما تكتروا حرام وتصيروا مضطرين ترمون. مع اتصال. مساء الخير أستاذ محمد. الله يكرمك يا دكتور، الله يخليك، الله يخليك، بنستفاد من حضرتك جاية، بنستفاد من حضرتك جدا يا دكتور. ميرسي، تسلم، وهذا الهدف من البرنامج أصلا. الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز بس حاجه لعلاج النحافه، انا ميزاني 57 كيلو، لا بيزيد ولا بيقل عن كده. علاج النحافه، عندك وزن قليل. طيب حضرتك ممكن اعرف طولك؟ طولي متر و62. متر و62 والوزن 57. مش كثير نحيف. مش كثير نحيف، يعني انا عندك اي مشكله صحيه؟ كوليسترول، دهون بالدم، سكر، ضغط؟ لا كله تمام. كله تمام؟ ماشي. ممكن اعرف العمر؟ عندي 25. 25. طيب ماشي يا احمد. احمد هلا انا برايي انه منك كثير نحيف، بما انك شاب صغير وعمرك 25 سنه ووزنك 57 على طول متر و62، يمكن لازم يكون وزنك 60 كيلو، يمكن لازم تزيد 3 كيلو. هيك انا برايي بكون بصير جسمك كثير منيح، انما لنزيد هال 3 كيلو بدنا نزيدهم بشكل صحي، يعني عندنا طريقتين، من ناحيه الاكل نزود على نهارنا ماكولات فيها وحدات حراريه عاليه وبنفس الوقت صحيه، مش وحدات حراريه فاضيه، ماكولات صحيه مثل الافوكادو، يعني ممكن تاكل كل يوم افوكادو، ممكن تاكل كل يوم 3 معالق عسل، ممكن تاكل كل يوم مثلا كوب من المكسرات النيه،
هيدي المأكولات بتحتوي على وحدات حرارية عالية وبنفس الوقت صحية، يعني مفيدة، ما بتتخن بس عشان تتخن، إنما بتتخن وبتغذي بنفس الوقت. والشغلة الثانية اللي بدك تعملها يا محمد هي إنك ممكن تعمل جيم، تروح على النادي وتعمل جيم، بدك تعمل البادي بيلدينج اللي هو رفع الأثقال، هيك بتكون عم بتزود العضل اللي عندك بالجسم، مش الدهون طبعا، بتزود العضل. بس بهيدي الحالة بدك تكون عم تتناول وجباتك بانتظام، يعني تفطر تتغدى وتتعشى، الوجبات الأساسية موجودة وتكون غنية بالبروتينات. لما أقول غنية بالبروتينات يعني بيض، يعني لبن، يعني زبادي، يعني طبعا لحم، فراخ وسمك، وبقوليات اللي هن الفول، الحمص، العدس، البازيلا كمان شوي. فكل هالمأكولات لازم يكونوا يوميا موجودين بنهارك. طب لو اكل النشويات برضه كويس ولا ايه؟ النشويات كويس، بس احنا ما بدنا نزيد دهون. لما ناكل كثير نشويات وما نكون عم ناكل بالمقابل بروتينات، جسمك بيزيد دهون. يعني انت بحال اللي انت فيها بدك تزيد 3 كيلو، ممكن طبعا تزود النشويات اللي هي الرز والمكرونه، بس الرز والمكرونه والعيش بيشبعوا بسرعه وما بقعد فيك تاخذ البروتينات معهم، فلازم يكونوا موجودين، انما ما تتكل عليهم بس، لازم يكون في بروتينات كثير باكلك مع النشويات والدهون الصحيه. فممكن مثلا تتكل على زيت الزيتون كثير، على فكره زيت الزيتون كثير صحي، كثير مفيد وبيتخن بشكل صح. فممكن تكون عم بتكتر، يعني دائما بكل الاكلات تحط كثير زيت زيتون. انا بشكر حضرتك كثير يا دكتوره. مرسي على اتصالك يا محمد. طيب لكن انا هلا رح احط التوابل، بدي احط شويه ملح وفلفل بصلصه البشاميل، وبدي ارجع احط مع اللحمه كمان فلفل وملح